إثيوبيا والسودان يتمتعان بعلاقات وطيدة بصورة متينة ومتماثلة في الأواصر الاجتماعية بين البلدين، حيث هنالك الكثير من الاتفاقيات في كل المجالات والتي تجمع بين الدولتين، كما يعرف كلا البلدين في تعزيزها وتوطيدها بطرق أفضل لترقي لأعلى مستوياته المتماثلة في التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين البلدين. والآن تمر السودان بأوقات صعبة بسبب الحرب ونزح الكثير من المواطنين عبر الحدود الإثيوبية السودانية. قال المسؤول لمنطقة غرب غوندر متمة السيد بيكيس وركي أن بسبب الصراع الذي حدث في السودان فقد حاولنا الاستعداد مسبقا لتجهيز ما يساعد النازحين بمختلف الأشياء. كما هو معروف أن السودان وأثيوبيا جاران، وعلى أساس الصراع الذي حدث في السودان فقد حاولنا الاستعداد مسبقا لأن المشكلة تجعلنا مشتركين بما أننا جوار، واستعداداتنا الأولى هي اللجنة الأمنية ومركز القيادة الأمنية مهمتان على الاحتياجات الأمنية على كامل الحدود. اللجنة الثانية هي لجنة تضم جميع منظمات الإمداد اللوجستي، وهي لجنة مستوفية للشروط العامة للصحة والغذاء والماء والنقل والمأوى والمرافق. واللجنة الثالثة هي لجنة الإعلام، يعني أننا شكلنا لجنة للتحقق من المعلومات العامة لهذه اللجان. وقال أنه أكثر من 40,000 نازح دخلوا إلى إثيوبيا حتى الآن، والاستقبال كان جيدا، أثبت فيه الإثيوبيين حبهم واهتمامهم للنازحين. في هذه العملية دخل أكثر من 40,000 نازح إلى أثيوبيا حتى الآن. عندما دخل هؤلاء النازحين إلى أثيوبيا أظهر استقبال الناس طريقة لإثبات أننا بالفعل أثيوبيون. وأقول لكم أن القيادة السياسية هي الأولوية الأمنية، وعلى القادة السياسيين القيام بعمل العلاقات العامة، وليس من الضروري زيادة سعر الفنادق وما ذلك، وسيتم تشكيل لجنة للقيام بذلك، وسننظر في العملية التي يتعامل معها المجتمع بطريقة مناسبة وأمينة. وأضاف أيضا بما أن إثيوبيا كدولة مجاورة للسودان فقد قدمنا وما زلنا سنقدم على مسألة النازحين. إثيوبيا كدولة مجاورة للسودان قدمنا خيارات سيناريو على ما يجب أن نفعله، والمسألة الأولى هي أنه إذا كان هناك العديد من النازحين فإن توفير مكان اللاجئين هو قضية مهمة، ولقد وضعنا سيناريو أنه حتى لو زاد عدد النازحين، وكان من المتوقع أن يزداد عدد النازحين إذا لم يتم توقف الحرب، لذا فإن هذه العملية مريحة للغاية، والعرض والطلب مسألة تخلق الكثير من النشاط. انكسكاسي يمي فطر قدائنا